رجال لكل الأمور. من غير كتابة من غير كتابة في كل مكتب 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 سريع سريع انا حطها سريع سريع. اوبا الاستاذ ماهر سمير غانم. من قال يا شيرة من قال يا بيع من قال يا شيرة من قال يا بيع مين 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 سمير محمود التوني. أين المشورة بتاعت الضرورة؟ في كله ماشي ماشي ماشي. علام عبد الله فرغلي. أيوة والعمر يهرب وأوان تضيع، العمر يهرب وأوان تضيع، العمر يهرب وأوان تضيع. عزة إيمان محسن. بطولة نادية فهمي، علي عبد المنعم، ومحمد سالم. موسيقى وألحان عبد المنعم البارودي. رجال لكل الأمور، تأليف عبد الرحمن محسن، إخراج محمد مشعل. يعني ايه؟ تطلب عربون في عملية البوابة وتصميمات الإضاءة بتاعت المسرح تمشي بيه الأمور، وبعدين يبقى يحلها ألف حلال. ايه الشورى اللي بتقولها دي يا جناب المستشار؟ زي ما بقولك كده، هو ده النظام التمام. السوق كله ماشي على الحال ده. لبس طاقية ده لده واخلع انت. اخلع؟ اخلع ازاي من غير طاقية؟ ده كلام. طاقيتك عندي هنا في الدرج دايما، بس انت تؤمر. انا بقول لك اهو، احنا صرفنا كل اللي فاضل على الطواقي، قصدي على الديكورات بتاع العشش، ودي اللي فططتهم. يا عم لازم نعوض الخساره سريع سريع، البنك مش هيستنى. بنك ايه يا راجل؟ انت بتصدق؟ تعالى ما يجيلك الانذار الاول والبصاجي يقول لم يستدل على عنوانه، ويجيلك الانذار الثاني تقول الفراق في بطون الخلق من زمان. بس انت خايف بعربون المسرح وتوكل على الله، انا وراك. ايوه بس انا ليا شريكه في العمليه. قصدك شريكتك الانسه عزة عرفان؟ ايوه. انت جاي عم تسرح مخبرين ورايا ولا ايه؟ لا ابدا، استغفر الله. ده نظام معمول بيه في احدث المكاتب الاستشاريه في العالم. المعلومات يا سيد لازم يكون في الدماغ. ده بنك، بنك معلومات. عميل مهم زي سعادتك لازم نكون عارفين عنه كل حاجه، حياته الاقتصاديه الاجتماعيه العاطفيه، ايه؟ عشان نعرف ننقذه في الوقت المناسب. طيب يا سيدي، بارك الله فيك. بس العربون ده لو صرفناه على دفعه الكتاكيت الجديده هنتسوح في عمليه المسرح. ولا يهمك، ساعتها تتدبر. انت عمرك جيت لي بعقده وما اتحلتش؟ بشر ولا عقده اتحلت. كله هيتحل، توكل على الله. بس بلاش شريكتك تعرف انك قبضت العربون. صباح الفل يا ابو عزوز. صباح الخير يا باشمهندس. ايه انت فين؟ مش تيجي تشوف التصميمات بتاعت المسرح ولا خلاص رجعت تاني للفراخ؟ فراخ؟ يا الفراخ تنفع برضه من غير المسرح؟ ده المسرح اهم حاجه في حياه الفراخ. ايه؟ لا 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 انت فين؟ قصدي اقول يعني ده كلام كبير قوي لسه بدر عليكي لما تفهميه. المهم دلوقتي ايه الانباء؟ احنا وصلنا لحد فين في التصميمات؟ كله تمام يا باشمهندس. عظيم. انا خلصت كل التصميمات، البوابة والمدخل والإضاءة وكل حاجة. هو ده الكلام. أنا مش عارف كنت تايه عنك فين من زمان. هو ده نظام الشركات. واحد يخطط، يا عيني، واحد يصمم. أنا أعمل الصفقات والعقود وأنت تديها تصميمات وأزاميل وحديد وشواكيش للصبح. أيوة كده، خلي البلية تلعب بكرة. كل الأبواب الحديد اللي في البلد يبقى عليها اسم الشركة. أخ لا، إحنا لسه ما عملناش اسم الشركة. مش كنت تفكريني؟ ده كلام. واحدة واحدة يا سمير. شركة ايه واسم ايه؟ احنا لسه بنقول يا هادي
وكل اللي عملناه شوية تصميمات على ورق. هو كده اصول اللعب، يعني الورشة مش هتفضل ورشة ومصنع الورق مش هفضل مصنع ورق، لازم نعمل مشاريع ونعمل اعلانات في الجرايد والمسارح والتلاتونات والعالم كله يتكلم ويقول. قول لي يا جميل، اخبار عقود السنغال ايه؟ اخبار العصا بتاع السوق الاوروبيه؟ احنا محتاجين مهندسين كبار وصغيرين يساعدونا يا مدموزيل. خلصت؟ خلصت ايه؟ انا قلت ايه؟ مدموزيل. يعني مش معقول بقى ساعتها هتقولي لسه مدموزيل؟ ماهر كفايه بقى، ما تخلينيش اندم اني مشيت وراك في المشروع ده. في ايه؟ انا دوست على حد وانا بحلم ولا ايه؟ لا معلش، بسيطة، محدش غريب. انت دوست عليا يا باش مهندس. اسمع يا ماهر، اذا كنا هنشتغل مع بعض يبقى لازم احلامنا تبقى واحدة، تبقى على قدنا احنا الاتنين، على قد امكانياتنا، عشان نعرف نحقق ولو جزء منها. مش ممكن تفضل كده على طول تحلم لفوق لفوق قوي، كل مرة احلامك بتنهب وتقع على الارض. تفوق بقى وكفاية كفاية يا ماهر. فكر في الورق اللي في ايدك ده، هيعجب صاحب المسرح ولا لا؟ فكر هنقدر نخلصه على الميعاد ولا لا؟ ميعاد الميعاد فكرتيني، انا عندي ميعاد النهارده مع فهمي بيه في المسرح. طب يلا يلا بينا. لا 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 مفيش داعي، روحي تتعبي نفسك، يعني انت هتاخدي نفسك بالحسابات والفصال والحاجات دي، انت ست فنانه وحساسه وموضوع الفلوس دي بقى يبقى فيها احراج. انا هخلص كل حاجه معاه كده سريع سريع واجيب لك العود. اوكي بابا، سلام سلام بقى. سلام سلام يا ناهر، ربنا يستر. جواز جواز سفر. لا استاذ ماهر، جوازك انت من انيسه عزه يا باشمهندس. انت بتقول ايه يا جدعان؟ جوازي انا زي من عزه وانا على الحديده، هي دي المشهورة؟ علي لا، ما هو ده الكلام. صح يا ماهر، وعزة دي طيبة وبنت حلال ونساك كده من زمان. طيب يا مستر علام، متشكرين جدا على المشهورة دي، ابقى ضيفها بقى على الحساب. انا اتجوز وانا مديون؟ اتجوز عشان العربون بتاع شوية الحديد ليه؟ واحنا في سنة كام؟ الدنيا جرالها ايه؟ معلش يا ابني الامر لله، هتعمل ايه؟ معلش يا ماهر يا اخويا، اي بنت ممكن تغفر للراجل كل حاجة لو قال لها اتجوزك. اسألني انا يا ماهر يا اخويا. بتقولي بس يا صفاء. انت ما عملتش في عزة حاجة وحشة قوي يعني. يا ماهر تشجع، شد حيلك، جوازة تفوت ولا حد يموت. هي انا معاك انها غلسة قوي، لكن عايش تتدلع. هي عزة بنت عظيمة يا سادة، المشكلة مش في كده. انا مش ممكن اتجوز عزه وانا في قمه الفشل. امال هتتجوز انت في قمه ايه؟ انا ناس طول عمري اقول لها هركبك الحته التمساح وهمشيك على النيل. مشي على النيل باشا التمساح، وكل يوم بالليل حوكلك بسطه وانت بتشرب شويه الشاي الحلوين، اجي دلوقتي لا تلاقي لا الشاي ولا تمساح ولا يعني. هقول لها اديني بقى جنيه ولا عشان نجيب حق البنزين. شوف هما اسبوعين اللي فاضلين على الفراخ وتديها حقها من عربون، وبعدها الافلام تتباع كله يبقى تمام، ساعتها تبقى تخلع انت بقى خفيف خفيف. هو ده الحل يا ماهر، مش معقول هتفضل هربان منها كده على طول. او على الاقل تساعدها شوية في الشغل وتجري كمان على موضوع الافلام كده. طيب انا نازل. شد حيلك، نازل لعم عرفان، بس لازم تعرفوا ان انا حاسم كل احلامي بالنزلية اللي انا نازلها دي. خلاص ما هلا بابا، ما عادش في احلام بابا، ما عادش في شقق على النيل ولا عربيات ولا فراخ ولا الوف ولا ملايين عطرنا بابا ولا شوية طفل حتى بالشاي. رحمتك يا رب. انت جيت متأخر قوي يا استاذ ماهر. ماهر اللي انا اعرفه اكيد مش انت، يمكن كان صورة في خيالي، يمكن كان امل انك تتغير. خلاص مفروض اللي بيشتغل بايديه كتير زيي يبطل خيال وما يحطش امله في حاجه الا اذا كان قادر يحققها. عزه انا كان قصدي، عارفه ان كان قصدك تساعدني، عارفه ان كان قصدك تريحني، بس للاسف في الدنيا دي مش كفايه انك تحلم عشان تحقق اللي نفسك فيه. على العموم ما تشيلش هم يا ماهر بيه، موضوع العربون انا اتصرفت فيه، بابا جاب الخامات من تجار اصحابه. ايه؟
احنا ما عندناش حاجة نرهنها غير سمعتنا ورهناها يا باشمهندس، بس الباب بتاع المسرح وكل الفوانيس اللي هتنوره هتكون هناك في ميعادها، الشغل هيتسلم في ميعاده وهنحضر الافتتاح سوا، والناس هتشكرك ويمكن تشاور لهم عليا ويزيل دماغهم، وانا كمان هحييهم، بس هنطلع من هناك وكل واحد في سكة يا باشمهندس. حسنا اللهم صل على النبي، بركة يا جامع اللي جت منك ما جت مني. وانت يعني كنت هتعمل لها ايه يا ماهر؟ انت عايز الحق الحق، عايزه ما كانتش هتنفعك. انتوا الاثنين اصلكم طيبين قوي، وكل واحد فيكم لازم له حد من صنف ثاني يكمله. اسم الله عليك يا جميل انت. عليا النعمه ابتديتي تقولي العجب، هو ده الكلام. شوف يا استاذ ماهر، انت يا زلمه بنت ايه؟ بنت فتكه، بنت لهلوبه، تلهلبك يا طول ما انت قاعد بتلهلب كده على طول، تقول لك عايزه وعايزه ومش عايز ايه، وتهمش. بنت ما تهمش ما تولش عشان تشغلك على طول كده، وتفضل انت بقى ايه اخر النجاح على طول. نجاح؟ هو فين النجاح؟ افلام في علب، فراخ في عيشه، ليهم في البنك، رهونات وحجوزات ومزادات عماله تقوم فوق دماغنا زي الحدايات. خلاص يا اخوانا انسوا، انسوا الاحلام اللي حلمنا بيها، وانتوا كل الوعود اللي وعدتكم بيها، اذا كنتوا تعرفوا تحققوها اتفضلوا، اتفضلوا ما تعملوش حسابي في حاجه. انا خلاص باباي. ايه؟ باباي يعني ماشي. هروح استلم الشغل. باباي. الله الله. هروح استلم الشغل في المدرسه اللي عيتني فيها الحكومه. الله الله. باباي. لا من بكره يا اخوانا. باباي. ماهر ماهر. باباي. اسمعوني يا جماعه، اسمعني، اسمعوني كلكم، انه يحزني ويحز في نفسي ويحز جامد جدا أن أشوف صديق العمر مشطب بدري كده. أين الهمة؟ أين الذمة؟ اخص عليك، هتسيب الديون لمين والديوك لمين والفراخ لمين؟ الفراخ يا ماهر، الفراخ اللي بدأت تكاكي. صح تكاكي. هتسيب ولادك لمين؟ تقول لمين يا ماهر؟ تقول لمين يا بابا؟ اخص عليك، اخص عليك، انت ما سبناش، ما سبناش ابدا، لازم توصلنا لبر الامان زي ما غرقتنا، بعدها تقدر تقول باباي، تتكل على الله. صح الكلام، وانت كمان مش لوحدك في المركب اللي سايبها بتغرق دي، وكمان بتنط منها عشان السبت عزه بتاعتك، قال ايه؟ زعلانه وبتقول لك لا مش عايزه اتجوزك. كل حاجه كنت بتعملها بمزاجك يا ماهر ومحدش بيقول لك لا، يبقى لازم ترجع لكل واحد حقه. كده كده يا صفاء، يخونك الشقق اللي على النيل اللي كنت هاجرها لك، يخونك الموتوسيكل اللي كنت هجيبه لك انت وعريسك، يخونك الالوفات اللي كنت هحطها لك في البنك في رصيدي. معلش برضو مش هقول باباي، انا دغري. شوف يا ماهر بيه، انا ما احبش احلف خالص زي ما انت عارف، بس المره دي هحلف لك بشرف المهنه وكل الاصول. انا كنت عارف ان ده اللي هيحصل بالتمام والكمال، عارف انك هتعرض عليها الجواز، وعارف انها هترفض، وعارف انك هتسقط في وعكة يأس، كله محسوب هنا في الدماغ اللي قدام سعادتك دي. عشان كده انا جيت بنفسي النهارده لحد هنا، مع انك عارف احنا زي الاطباء، عشان انتقل لمكان المريض لازم فيزيته خاصه، بس النهارده انا جاي في زياره وديه. ولما انت عارف ده كله كنت بتشور عليا الشوره المهببه دي ليه وتضيفها على الحساب؟ مفيش حاجه بتحصل عندنا يا احمدي يا اكسلانس، كل شيء وله اسباب. انا شورت عليك كده عشان تخلص من موضوع الحركه في حكايه العربون، ده سبب. اما السبب الاهم هو انك تخلص من فكره الجواز وتفول الاعمال الكبيره اللي جايه. اعمال ايه وبتاع ايه؟ اتبعزقنا خلاص وبقينا تاني بنحسب بالذهوب والبرايز. شوف يا ماهر بيه، راجل الاعمال اللي زي سعادتك في شرخ الشباب لازم يظل عازب لفتره طويله عشان يفضل محط الانظار لبيوتات والعائلات الكبيره. انت عارف سعادتك انا جالي كام استفسار وطلب لايد سعادتك؟ قول كده كام؟ اقول ايه يا جدع انت؟ انا في شرخ الشباب؟ اروح اقول للناس انا في شرخ الشباب؟ انت اشتغلت خطبه ولا ايه يا سعلام؟ وبيطلبوا منك ايدي كمان؟ لا 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 يا استاذ، دي كلها طلبات سريه متغطيه تمام زي الصفقات،
وكلها بتخضع للدراسة والتفحيص والتمحيص. واكيد بتاخد عمولة تدي وعود ومواعيد. والله ساعات وساعات ده رزق الاولاد. المهم دلوقتي احنا خلاص خلصنا حكاية الجواز ومن الاحراج، عايزين بقى نفوق شوية كده عشان المسائل كده مش بين لها لا رجلين من دماغ، وانت عارف انا راجل في شرخ الشباب. المهم دلوقتي اخبار الفراخ، نخلص من الموضوع ده ونخش على المفيد. ادينا عمال اهو عمال اديهم فعالف وعمالين يكبروا ويتنفخوا كده كل يوم، المسائل شكلها في السليم. مش عارف الفراخ ولا مؤاخذة شكلهم كده مخوفني، منقرهم كبر وبعدين عندي فرخة طلع عليها دماغين، مش عارف نظراتهم كده يا استاذ علام مش مريحاني. ليه كفالة الشر؟ هما مش متطعمين ومتنظفين واكلين وشاربين وعايشين في عشش من احدث الديكورات؟ امال ايه اللي مخليك قلقان؟ الكاكايات بتاعتهم صوتها غريب، بيكاكوا كاكايات مرعبة. انا عندي فرخة حولة بتكاكي، مش بتقول كاك، بتقول كعوك. يلا طب يلا يا اخويا ايدك معايا، خلي بالك وديك اللي قدامك ده اللي هو انا، بصيني بصي. الله، امال ماهر فين يا ماما؟ لسه نايم يا بنتي. نايم طبعا، وسيبنا احنا بقى اللي ناكل ونسمن وفي الاخر هو اللي يقبض ويبيع ويقول اهو انا اللي علمتهم كل ده. ليه يا صفاء يا بنتي الكلام ده؟ ما هو شقيان هو راخر وعمال يتنطط طول النهار بين ده وده وده. معلش بقى يا حماتي، لا مؤاخذة لا مؤاخذة يا حماتي، اصل صفاء بقى مش وش بهدله، ها؟ انت طبعا مربيها على كده ولا ايه؟ انا بقى ان شاء الله هرجعها الايام العز تاني، هتتهمى. اما انت لصحيه يا ابني يجي يساعد معاكم شوية. هو ده الواد المظبوط، تاخدي مني السين وتديها. شفت قدرة الصورة بتاعتك ابدع في العلم وكتب الدواجن وديتنا على فين؟ اي واحد من المراوض وشد هناك محمد الحلو صاحبي تليفون امام اهم يجي، اصل مش ممكن الفراخ دي اكيد جالها مرض التأسيد، اكيد مش معقول. وانا الفراخ دي لو ما اتباعتش النهارده البنك بكره هيحجز علينا ان شاء الله. انا بقول يا ابني تاكلوهم اي حاجه يمكن ربنا يهديهم، اصلهم ما كانوش من امبارح اخر النهار. وحياك لي اكتر ما كلونا، ما هو حياك لي اكتر من كده، زمانهم شبعوا وثم ان العالم كله خلاص. قولوا كان لازم تعمل حسابك يا سعادة المدير، ده جدع يكذب انت دلوقتي كل الدايرة ورايا. سيبها خليها الهي تغبرك خبرة ما تقوم منها، ده تقول لي العالم كله تعرف يا اخي هات جبوره ولا شوية رز ولا شوية شاي ولا اي حاجة، اي حاجة يا جناب البيه المدير. انت اطفاء اطفاء الحقني يا سمير، مفيش فايدة مفيش فايدة، الفراخ دي خلاص اتجننت. تنهاري ايه تجاب الخشب خشب 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 معقولة بياكلوا خشب؟ امال امال ايه سنة يا جدعان، الفراخ اتشعرت وبتاكلوا خشب كمان. سيبني التليفون اكلم المستر علات يا جدع، سيبني رحمتك يا رب. يا صباح الفل يا صباح الهنا، هنتغدى النهارده فراخ باليخني مش كده ولا ايه؟ فراخ بالايه يا اخويا؟ يخني ايه وهباب ايه؟ ده الفراخ هي اللي هتاكلنا، الفراخ انصعرت يا مستر علام. الفراخ ايه؟ انصعرت يا سيدي، بقت بتاكل خشب حبيبي، ويا ريت خشب حبيبي وبس، بتاكل بني ادمين كمان. بتفهم في امراض الفراخ ولا نجيب جمعيه الرفق بالحيوان؟ ولا رفق بالحيوان ولا بالانسان. في مساله بسيطه وكل عقده ولها حلال. انت مش كنت هتبيع الفراخ النهارده؟ كنت، بس لو اي فرارجي جه وبص للفراخ بص للمنقار حتى بتاع الفراخ هيرفع علينا قضيه شروح في اكل، قصدي شروح في اكل.
خدي اعصابك يا سيد ماهر، انا هقولك على الحل تمام. خد مني المفيد، سيادتك عندك اجدخانة في البيت؟ اجدخانة؟ اجدخانة يعني صيدلية؟ ايوه. عندنا. عندنا، وفيها ميكروكروم. ها احط لك على الجرح؟ ميكروكروم ايه انت كمان يا صفاء؟ استني بس لما اشوف علام قصده ايه. انت قصدك ايه بحكايه الاجدخانه يا مستر علام؟ قصدي الاجدخانه اللي عندك فيها مسكنات قويه، نوبالجين، اسبرين، فاليوم، باتوره، اي حاجه من الاصناف دي. طبعا باتوره عندنا يجي طن باتوره اكيد. يبقى خد كل المسكنات والمهدئات اللي عندك وذوبهم في شويه ميه وحطهم قدام الفراخ وعبي بالاقفاص على طول. شويش هات شويه كده، هات نويه فرخه دي لما كده اوام اوام. خلي بالك اديك البيت عينه ده غني له. لا 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 غني له. لا 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 يمكن يصحيه. غنيله غنيله نعمه كده. على الله ما يصحوش قبل ما نذبحهم ويذبحونا. عليا النعمه شو اتعلم بالشرى اللي هي. هيدخل ازاي يا اخوانا؟ يدخل دول واخدين مسكنات رقد عن تيل. ايه ده؟ شيل يا جدع القفص تيل. ايه ده؟ ده فيهم ديك بيضيض يا دي الكوسه. هو متبنج بيقول هو متبنج المجنون. نسلم انهم قطعونا شيل. يلا نحطهم على العربيه ونشيل. يلا بينا. لا 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 استنوا، ما تسيبونيش مع الفراخ دول. لا لا يا ماما ما تقعد معاكم لوحدي، استنوا ما تسيبونيش. يا سيدي يا سيدي على قدها. ماهر بيه نفسه شايل القفص على كتفه. ايه ده؟ ايه اللي جرى في الدنيا؟ معلش يا استاذ عزوز، بكره كروق وتبقى عال. طب حبب علينا يا باشمهندس، احنا برضو نحب لك السيف. خير. وانت برضو يجي من ناحيتك خير. يا خلاص شفت انت دي غساله اكيد بترسم عشان تاخد لها فرختين وتروح. لا يا اخويا وانت صادق، دي بترسم عشان تاخد العربون. ايه بتعملوا ايه؟ هي اخوانا في الوقت اللي الراجل بتاع الحديده ده حاجة. يلا اطلع قدام التوعيه. اطلع يا هادي يا صفاء، هادي خلي القفص ده كده. يلا بقى. يا سلام، الفراخ بقت اخر ادب على النعمه. بس هتبيعوهم ازاي وهم نايمين على روحهم كده؟ اسكنوا مستنى لما يصحوا شويه. يصحوا ايه؟ يصحوا يا صفاء. دول لو صحوا محدش هيشتريهم غير السيرك او جنينه الحيوانات. شيل يا جدع مفيش وقت. نولي نولي نولي. الليله مطينه طين الليلاتي. انا الرائد عزة العربي من مباحث التموين. اتفضل معايا. العقيد يحيى الطنباري عايزك في القسم. يا سيد سمير، ورايا بالعيش والحلاوه جاي وشويه الشاي، يمكن طنباري بيه لما يدوق الشاي بتاعي يخف عليا شويه. الله، وياخدوك الاسم ليه؟ ليه؟ هو حصل ايه يا ماهر؟ لا ابدا ما حصلش حاجه بسيطه. 20 واحد من اللي اشتروا الفراخ السعرانه بتاعتكم حصلت لهم عاهات مستديمه واصابات تحتاج لعلاج اكتر من 21 يوم. لا بسيطه. ايوه يا صفاء يا ابني، سيب الشفته الله يسترها معاك. عايزين نشوف الزوار. انت ما شفتوش واحد محترم في السجن ابدا؟ ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ المره اللي فاتت قلعوني الجزمه، ربنا يستر المره دي. والله العظيم لو رحت السجن ده انا هروح بالمايوه. يا صفاء، سمير ما جاش ليه؟ اصل لسه بيعد الفلوس، الفلوس الكافيه عشان يجمدهم ويوديهم البنك. قول لي انت عامل ايه؟ يعني عامل ايه؟ الدنيا هنا برد وتلج والعالم هنا هتاكلني. تهديلي معاكي والنبي دفايه كده ولا اي حاجه من المكتب كده تدفيني. عينيا يا ماهر. حاضر، هقول لسمير. يا جدع هات حزام البنطلون. يا ماما مش شايف البنطلون؟ وزع الله يلعنك. قال يا اخي قولي لسمير والنبي يرجع الفلوس بكره للبنك ويرجع العربون بتاع عمليه المسرح لعزه. عزه ايه دلوقتي؟ مش وقته، الفلوس مش هتكفي. لا 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 هتكفي، بس اوعى الواد سمير يضرب طناش على الموضوع ده، لازم يرجع العربون. بس انت هتحتاج لمصاريف عشان المحامي. طيب قولي العلام هو هيتصرف في موضوع المحامي ويبقى يكتبه على الحساب. ولا محامي ولا بتاع، الحكايه بسيطه وبكره يطلع زي عادته سريع سريع. لا 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 حرام يا سمير، ده بيقول التخشيبه برده خالص وعايز زفايه كده ولا اي حاجه. يسلم زفايه ولا اي حاجه؟
هو اخوك بقى كده طول عمره متدلع، وبيني وبينك بقى لازم يتعب شويه عشان يعرف الناس عايشه ازاي. ايوه عشان يتودد في الحياه، مش معقول كده، لازم يتحمل مسؤوليه، لازم يقدر النعمه اللي هو فيها. ما هو بيتعب كتير، بس انا اللي مش عارفه ليه دايما ملطشه معاه كده. بيتعب يا حبيبي بيتعب فيها يا اختي، ان شاء الله شويه افكار على شويه احلام على شويه اوامر، مش كده؟ احنا بقى طول عمرنا شايلين همها على دماغنا. شيل رقفاص يا سمير. حاضر يا ماهر بيه. حط مش عارف ايه يا سمير. حاضر يا صاحبي البيه. شيل البتاع يا سمير. حاضر. ايه رايك في الفكره دي يا سمير؟ تجنن يا ماهر بيه ولا تجنن ولا حاجه، وبايخه وغلسه، وانا اقول له يا سلام يا مرياسه يا هندسه. لما هراني حرام عليكم بقى، كفايه كفايه. ولا وايه؟ هجيب لك شقه يا صفاء على النيل. بس يا ماهر يا اخويا مش كده؟ هو ده بقى التعب اللي بيتعامل مع البيه، مش كده ولا انا غلطان؟ مش عارفه يا سمير، بس برضه ده اخويا ومرمي في دقيقه. الدقيقه اللي بتقولي عليها دي جابت لنا احنا الفرج. طبعا دي فرصتنا عشان بقى ايه نصرف الامور بقى مع علام على مزاجنا. اه نفك الرهن ونبيع الافلام ونبتدي حياتنا بقى طوبه طوبه، واخده بالك؟ زي شاديه والحاجات دي. لازم الواد ماهر يطلع يلاقي كل حاجه مترسقه تمام التمام، بس المره دي بقى ايه على مزاجنا احنا مش على مزاجه هو. واهلا. هو ده الكلام يا سمير بيه، هو ده الكلام. موضوع البنك ده معذور عليه. المهم دلوقتي ان احنا نخطط لتحقيق الاحلام الكبيره. فلوسك في جيبك، علام معاك، كله هيبقى على هواك. شوف بقى علام بيه، هذا المؤاخذة يعني مدبحين ومطقطقين برضه يعني، احنا على ما خلصها تفتكرش يعني؟ لا احنا يعني اللي طلبنا التعريفة زي ما بيقولوا يعني، ما تفتكرش تعمليش بقى زي ماهر والحاجات دي. لا انا مش زي ماهر. اه هنفتيه سوا، سيبك من الاحلام دي وكثر الكلام وخلينا في المفيد. هندبر المسائل ازاي؟ هقول لك ازاي. اهو كده قول. شوف يا سيدي، انت فاضل عندك دلوقتي مشكلتين، تصريف الافلام ومرهونية البنك، وانت محتاج لشوية مصاريف. يبقى قدامنا سكة ابو زيد اللي كلها مسالك. ايه يعني ايه؟ انا مش فاهمة حاجة خالص من اللي بتقولوه ده. اسكت انت يا صفاء اسكتي. مستر علام ده اصل بحره غويط قوي ولازم له مايوه عشان الواحد يوصل للقرار، انما انا هقلع والبس لك وانزل لك واجيب القرار ده. قول يا سيدي قول. احنا بدل ما نسدد كل الفلوس للبنك، نقدر نرش رشة صغيرة وناخد حلقة واحدة من المسلسل، وكده يبقى كله تمام. ايه؟ بس الافلام اللي في البنك 13 حلقه، حلقه واحده هتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هتعمل كل اللي نفسك فيه، تعمل اللي ماهر بيه ما قدرش عليه، تعمل الشوكه والقبهه، تعمل التوزيع والمنجعه. سعادتك وسعادته هتاخدوا الحلقه دي وسريع سريع تخلصوا لي اجراءات السفر، الباسبور والتذاكر وتاشيره الخروج والدخول، وتتوكلوا على الله. ايه؟ تتوكل على الله على فين بس؟ ايه؟ انت عايزنا نهرب مع بعض بالفلوس يا استاذ علام؟ لا 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 لا، انا واحده محترمه ما اعملش كلام زي كده ابدا. عاش لله، انا برضو افكر في الكلام بالشكل ده. انتوا هتتوكلوا على الله في سفره، في سفره على السوق الكبيره، سوق الافلام، في كم صديق على كم عميل في كم محطه تلفزيون، هبعت معاكم جوابات توصيه ليهم وكله هيبقى تمام. تفرجوهم على الحلقه اللي معاكم وتقبضوا العربون وتقولي اوام اوام. اهو كده. احب انا بقى الكلام الكبير ده بقى. ها احب الكلام الخلاصه ده. هو ده الكلام. اللي هو ده الكلام ازاي؟ استنى يا سمير انت استنى. طب وماهر يا مستر علام هنعمل فيه ايه؟ وده برضه سؤال يا مدموازيل صفاء. تفتكري انا هسيبه برضه؟ اجهزوا انتوا الباسبورتات والتذاكر والتاشيرات وتوكلوا على الله، ويسيبوا الباقي عليا انا. تعجبني. ايوه عمك يا مهر بيه، فين الفلوس حق الارض يا باشا مهندس؟ الفلوس دي لازم ترجع لاصحابها حالا. عقد البيع اللي بعت لهم بيه باطل يا ولد اخوي. طب المطلوب مني ايه بقى من الجف باذن الله؟ المطلوب انك تجهز فلوس حق الارض لحد مكتب القضيه اللي رفعتها عليك وعليهم يا باشا مهندس. ادخل. اهلا.
المدير صباح. مساء الخير يا علام بيه. الله الله الله، انت عندك زباين ولا ايه؟ لا ابدا، ما حدش غريب، ده شريكك السابق ماهر بيه. احنا جميعا من رجال الاعمال، وقتنا مش ملكنا. نبتدي بسرعه بنود الاتفاق. ايوه الاتفاق، اتفضل. اولا بخصوص المكتب، يتم اختتامه على الوجه التالي: الاوضه البحريه من حق الطرف الاول، والاوضه القبليه من حق الطرف الثاني. اما الفسحه الفسحه ايه؟ الفسحه دي فسحاتي، فسحاتي، ومحدش ياخد اي حاجه من الفسحه. لا فسحه مراتي برضو. لا 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 لا، دي فسحه برضه يا جماعه. اي فسحه لازم هتتقسم، مش الفسحه وبس، والحمام كمان. ايوه لا لا، انت انا رايي بقى يا جماعه، نستدعي خبير في الحمامات. اكبر مخي ازاي يا عز؟ انا طول النهار نازل اشرب في شاي، لما اتهريت، لما لون وشي بقى زي الطفل، بقى العيال التلاجيح دول، الواد سمير وصفاء، طول النهار زباين داخله وزباين خارجه، وبواكي بواكي بواكي طلع عبط. وانا ماهر بركات قاعد كده بنش. وتنش ليه يا ماهر؟ انت راجل مهندس قد الدنيا، بس انتبه لصنعتك، كل اللي بيعملوه ده مش دايم، ومحدش عارف بيجيبوا الفلوس دي ازاي ولا منين. انت نفسك مش عارف هما شغالين في ايه. عزة حبيبتي، السوق مفيهوش شغالين في ايه وشغالين منين. السوق فيه كسبت كام، واللي يبقى عن العيال دول بيكسبوا بصحيح، وانت كمان تقدر تكسب بصحيح. واحنا ما كسبناش في عملية المسرح ولا ايه؟ كسبنا ايه؟ ده انت شقيت شهرين عشان تكسبي 500 جنيه. هي دي فلوس؟ انا بتكلم عن اللعب الكبير. اللعب الكبير في الالوفات. الو ابعت بيع اشتري على طول. انا اشتريت، خش جيبك 10,000، ده الشغل يا ولد. ايه هنرجع تاني الكلام ده يا ماهر؟ ما انت جربت واديك شفت ضيعت قد ايه. اشمعنى انا؟ ما الواد سمير اتعلم اهو في ثواني، وماشي في السوق زي اللهلوبه، زي المنشار طالع واكل نازل واكل. اسمع يا ماهر، انا صحيح كنت ناويه ما اشتغلش معاك تاني بعد اللي عملته فيا المره اللي فاتت، بس معلش بقى، امر لله. انا هقولك يا سيدي على شغلانة انت تفهم فيها كويس، في نفس الوقت ممكن تكسب فيها كويس. خد اقرا الاعلان ده. ايه ده؟ اقرا. انا شايف حاجة. ايه مناقصة؟ مناقصة عطا؟ مناقصة ايه؟ مناقصة موردين حديد اعمال؟ انا مش في حاجة ابدا. اما الراجل مال واعمال ايه بقى؟ مش فاهم اعلان زي ده ازاي بس يا ماهر. دي مناقصة اعمال معدنية لفندق جديد هيتعمل. مناقصة يعني ايه؟ يعني كل واحد يحسب حسابه ويقول انا هعمل العملية دي في قد كده، واللي يعرض اقل سعر ممكن هو اللي يرفع عليه العطا. طب واحنا نعرض اقل ليه؟ الله، ده ايه الخيبة دي؟ عشان يرفع علينا العطا. طيب يا ست، بس هنكسب فيها كام؟ شوف، اقل من 10,000 جنيه مقبلش. يكون في علمي. بس مش لما نشوف شروطها ايه الاول، ونشوف حد يحسب لنا الحسبة. خلاص اوكي انا موافق، يلا هاتي بينا هات الاعلان، هاتي يلا بينا على مستر النح. ايه؟ لا علام؟ لا 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 لا، ايه اللي علام ده؟ ايه اللي علام؟ انا هشوف شريف هو اللي يحسب لك التكاليف. شوف يا اخ شريف. ايوه بالطبع، انت فاهم كويس الكلام والارقام والجداول اللي انت عاملها دي. طبعا فاهمها. حلو، انا بقى مش فاهم منها حاجة، يعني بصراحة كده عايزك تقول لي العملية كسبانة ولا خسرانة من غير ارقام، يعني بالبلدي ايه، سيكوبيسي يعني. كسبانة ان شاء الله. عظيم، هو ده المفيد. كسبانة كام؟ والله ما اعرفش، يا في الحقيقة حسب التقديرات الأولية للمناقصة. أوه هيقولي تقديرات أولية؟ يا والدي بلا تقديرات، العملية عايزينها سيكوبيسي أحمد، يعني كسبانة كام؟ ها؟ محاسبين إيه يا أخويا دول؟ طيب يا سيدي، سيكوبيسي كده هتبقى كسبانة 10,000 جنيه. حلو، في كام يوم؟ يعني يوميتنا هتقع بكام جنيه؟ بعد ما تخصم طبعا منها المصاريف والأكراميات والشاي والمسائل. والله أنا ما أعرفش هتاخد كام يوم. ده شغلك وشغل مدموزيل عزة بقى. هي فين؟ الله، انت فين؟ انت فين يا بنت يا اسطى عزوزة؟ هي مش كانت معاك دلوقتي؟ لا لا لا، ما كانتش عزة، تحت في الورشة بتستلم العدد الجديدة اللي اشتريتها للورشة. طب تعال نشوف رأيها ايه في اللعبة دي، وتشوف هتقول لنا بقى هتاخد كام يوم. يلا. مفيش وقت يا سيد، عايزين 10,000 جنيه دول يتخبطوا في 5-6 أيام بالكتير، عشان نقعد قعدتنا ويبقى بالي رايق. وديها الشاي التمام. خمس ست ايام ايه يا ماهر؟
انت هترجع تاني للجنونه بتاع السريع سريع دي؟ في حد في الدنيا يكسب 10,000 جنيه في 5-6 ايام؟ ليه؟ ده حديد يا باشمهندس. انت فاكرني هنشتغل في ايه بالظبط؟ اتخربي على جمالك وانت بتشتغل في الحديد كده. السرعه واجبه استعزوزه، السرعه واجبه. الناس فوق قاعدين شغالين زي المناشير، طالعين واكلين نازلين واكلين، حد بقى منظري وانا فصهم كده. انت مكانك مش في المكتب ده يا ماهر، انت مكانك هنا في الورشه دي معايا. اسمع يا ماهر، العمليه دي كبيره، والمره دي بقى هتشتغل معايا من الاول للاخر، مش ترميلي التصميم وتجري زي كل مره. يوه نسيتني. تعال تعال موريك انا جبت ايه بالفلوس اللي كسبتها من عمليه المسرح. جبت ايه يعني؟ جبت بنطلون زينز جربان بسبع جيوب وجاكيت تصوف العسكري، مش كده؟ انا مش بتكلم على اللبس، انا بتكلم على العده اللي جبتها. تعال تعال اما افرجك. هتفرجين على ايه بس يا وز؟ هتفرجين على اخر صيحه في عالم المبارد والمناشير ولا موديل شاكوش جديد براسين؟ مش كنت كده تبقى شرائي روحي كده وتجيبي لك جيبه وبلوزه كده ولا شيشوار تنشفي بيه شعرك الملزق ده؟ ليك حق، بس ما تخافش كده قوي، انا جبت برضه شويه هدوم ليا والبابا، بس يعني انا بستريح في اللبس ده معرفش ليه، خصوصا يا ماهر لما بكون بشتغل. المهم البسي يا ستي اي حاجه تعجبك وتريح. المهم دلوقتي انا كنت جاي عشان اسالك، يعني الشغلانه بتاعت حديد الفندق دي هتاخد منك وقت قد ايه؟ هو يعني لو ربنا سهل والعطر يسعى علينا في المناقصة ودبرنا في التمويل بقى يا حبيبتي. السيكوبيسي سيكوبيسي منك كده، الشغلة دي هتاخد قد ايه؟ ها؟ يعني يوميتنا كده هتقطع بكام سيكوبيسي؟ تاخد 6 شهور كده يا ماهر. لا 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 لا، 6 شهور يفتح الله مش لعب. ايه؟ لا بقى، المرة دي بالذات انا هلعبها غصب عنك وبطريقتي انا، فاهم ولا مش فاهم؟ واللي هقول لك عليه لازم تسمعه، وانا اللي همسك نفسي كل حاجه. لا 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 لا، الله، خلاص 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 انا موافق، ما تزعليش. اوكي نطلع كده نشرب شويه سيكوبيسي، قصدي شويه شاي وسيكوبيسي. مساء الخير يا انسه. مساء الخير يا فندم. الورشه دي بتاعتك؟ ايوه يا فندم. طب تسمحي لي بالرخصه بتاعتها؟ الرخصه؟ ايوه الرخصه. ليه خير؟ اصل انا مقدمه على الرخصه ولسه الاجراءات ما خلصتش. انا اسف يا فندم، بس انا عندي امر من العقيد يحيى الطنباري مامور القسم بقفل الورشه. ايه؟ بناء على بلاغ من اصحاب البيت لانها بتزعج السكان وبتهدد البيت بالسقوط. ايه؟ بتزعج السكان وتهدد البيت بالسقوط؟ كده يا ماهر. أمانة يا عم أنا ما فيهاش قلب بعد كده، كل شوية تسيب لك حتة البوليس دي شكله يخوف يابا. يا سلام، ولا إيه وبتاع إيه؟ أنا بخاف. خاف يا راجل؟ ما هو أنت ما كده بتلعب الحاجة؟ إحنا بنشتغل في القانون يا أستاذ. قانون ازاي؟ انا عارف تشتغل ايه؟ انت بتكتب على الموضوع وعمال تقول لي مش تاخد الخط يقف، مش تاخد الخط يقف، لما انا شخصيا مش عارف. دي دواعي سريه الاقتصاديه يا استاذ. ايه؟ دواعي سريه الاقتصاديه. يعني ايه؟ الاسرار الاقتصاديه النهارده بتعتبر اخطر من الاسرار العسكريه. احنا طول عمرنا بنشتغل في السليم. واحنا بنشتغل في السليم كويس، انما ايه السليم ده بالظبط بقى؟ في بقى يا سمير؟ انا ممكن اجاوبك على السؤال ده. بس بعدها مش هتعامل معاك تاني. نعم؟ ايوه، اهم صفه في اللي بيشتغل في الشغلانه بتاعتنا دي هي الطناش. طناش؟ طناش الفيل. يبقى بنشتغل في الطناش ده مش في السليم. لا، الطناش في الشغله. الشغل اللي تودينا للسليم. أيوة. يعني لا ارى، لا اسمع، لا اتكلم، واشيل وابط وبس. خلاص واجب على بس. انا يوم ما اخترتك للمهمه دي كان بناء على مواصفات وشروط خاصه. ايه هي؟ ايه هي؟ حقيقي فرحني، حقيقي بجد فرحني، يعني نفسي تقول لي ايه هي عشان افرح بروحي كده ومعنوياتي ترتفع شويه. اصل اخوك حاسس انه اي كلام كده وعايز يأذيني. قول لي قول لي المواصفات اللي توسمتها فيك. ايوه، هي ان شكلك اهبل وعبيط. شكرا 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 حبيبي، ميرسي قوي. وانا اقول يا رب شكلي ايه؟ انت جبت البعيده. لا بس ده مظهرك،
انما مخبرك انك ميه من تحت تبن. الله الله الله, الله انت سهن. نعم سهن يا استاذ سمير, تعرف يعني ايه سهن؟ عارف طبعا, بتقول لنا سهن مش عارف سهن يعني ايه, بس المهم انت ما تسهنش عليا شويه. يلا بقى مفيش وقت, اتكل على الله. وجب وجب يا نوح حبيب. مامي مامي تعالي يا مامي تعالي بسرعة. سمير جه سمير جه. اهلا اهلا يا ابني. أهلا الحمد لله على السلامة. اهلا اهلا. اخبار سفريتك ايه؟ اسكت يا حماتي, دنيا ايه اللي بره دي, وبضاعه ايه, وعشاء ايه, واكل ايه, الواحد هيجنن. بقولك ايه بقى يا سمير, وريني وريني بقى جبت لنا ايه. ها انا حافظه اللسه اللي اديتها لك. اوعى تكون طنست على حاجه. انا اقدر برضه, وانا ليا مين غيرك انت وحماتي الجميله. اتفضل يا ستي, كل الحاجات اللي عندك ايه. الله ايه ده ايه ده, كل الشنطه دي. الله ايه ده ايه ده ايه ده, شوفي بقى دي ودي كمان اللفه دي بقى. طب ودي 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 ها. لا لا دي بقى ايه, ده بقى ايه قماش بقى سلك حديد معصبه. بصي يعني ايه ما يتقطعش. بصي امسكي, شوفي الثوب, شوفي الثوب, حاجه بقى ايه صناعه, ما عندكيش فكره. سمير سمير. نعم. طب والشنطه دي؟ لا لا دي بقى مالناش دعوه بيها, دي بتاعه مستر علام. سيبي دي بقى وافتحي دي. تعالي. الله الله الله, ميرسي قوي, ميرسي ميرسي يا سمير, ميرسي. شوفي يا ماما, ربنا يزيدكم من نعيمه يا بنتي. الله يخليك. ها قولوا لنا بقى اخبار الصبل اللي تحت ده عامل ايه. انا مش شايف في حاجه واقفه تحت يعني. اسكت اسكت. ايه ماشي يا اخويا معاه ايه زي الحلاوه. انا عارفه ايه الحكايه. هو مهدى من يومه بتاع حمير. فاضل على الحلو دقه واحده وندق الابواب. ايه فاضل ايه؟ فاضل الترويشه, فاضل الفينيشنج, التشطيب, السوبر لوكس. انت عايز تجدد الديكورات هنا؟ لا لا احنا عايزين نستفرد بالمكتب. ايه نستفرد بالمكتب ازاي؟ ها يعني ما انت عارف اننا مقسمين وضلنا في الاتفاق اللي عمله مستر علام. جبت المفيد, هو ده بقى اللي انا مراهن عليه. اتفاق الفركيشه كان بيقول ايه في البنود؟ كان بيقول احنا ناخد الاوضه الابليه. وهو ياخد الاوضه البحريه. كويس. والصاله والحمام بالنصف تمام. عظيم. والعربيه ماركن بيسيبها لنا يومين في الاسبوع قبل ما يبيعها. وما دام باعها يبقى اخلي ببنود الاتفاق, وبناء عليه يكون المكتب من حقنا. والله ما انا عارفه اقول لك ايه يا ابني, كلامك مظبوط. مظبوط ايه استاذه يا نينا؟ اروح اقعد على الرصيف واعمل الاستثمارات بتاعتي. وانت يعني عايز المكتب ليه؟ ما انت خالي شغلي بقالك اسبوعين. شوف يا مهر, شوف انت لما تنوي تشتغل شغلانه محترمه المكتب بتاعي تحت امرك. معلش معلش يا زمن يا غدار, نسيت يا سي سمير, نسيت شوية الشاي اللي كنت بقعد اشربهم وانت تقول لي اخمس معاك. اخمس ايه اخمس دي؟ شوف يا ماهر انت اخويا صحيح وعلى عيني وعلى راسي, بس الحق ما يزعلش. صح؟ لا مش صح, الاخوات مفيش بينهم حق ولا مستحق. صح يا نينا ولا لا؟ صح يا حبيبي صح. يا ماهر بي انت بتناقش المسألة من منطلق عائلي, انا رأيي ان المسألة اعوص من كده. المسألة بقى ايه؟ ان المكتب ده لازم يشتغل, وانت بصراحة خدت فرصتك وفشلت والحمد لله ربنا يديمها. يبقى بقى ايه؟ لازم تديني فرصة انا كمان. وده انت شايف في الكام يوم اللي اشتغلنا فيهم لوحدنا البلية لعبت معانا وبقت منجحة. انا بقول ايه يا ابني, ما تدخلوا ماهر في الشغلانة بتاعتكم دي زي ما كان مشغلكم معاه. والله انا ما عنديش مانع من ناحية المبدأ. انت مؤهلتك ايه وخبراتك ايه يعني؟ انا مش عارف انت معاك ايه بالظبط يعني, غير حكاية الفراخ والحمير دي مؤهلتك ايه؟ مؤهلاتي مؤهلاتي اني بعرف اقعد واتمزج واشرب شوية شاي واطلع الافكار اللي هي. مؤهلاتي اني اتربيت على عز. مؤهلاتي اني بعرف الاصول وما بكونش صاحبي. مؤهلاتي اني بخسر صحيح بس بشرف,
وانا عارف كويس انت بتكسب منين. لحظة عيب يا ولاد كده، انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ ايه يا ماهر هدي اعصابك. سيبوه سيبوه خلاص يا جماعة، الف مبروك ماهر بي راحت عليه كده. طيب يا استاذ سمير انا هترباها على دماغكم. ايه الحكاية يا عزة؟ انا شايف مشروع الاسطبل بتاع ماهر ما خدش اسبوعين هو الثاني. عادي، هو في ايه بيطول معاه؟ وانت عملت ايه في الشغل بتاع الفندق؟ اديني بشتغل ليل مع نهار في الورشة اللي اجرناها، بس مش قادر اشتري كل الخامات. وبعدين هتعملي ايه؟ مش عارف، اديني بحاول وربنا يسهل. ما حاولتيش تكلمي ماهر ولا تسأليه قدم بلاغ بقفل الورشة ليه؟ انا؟ ايوه. مش ممكن طبعا، انا خلاص ما عادش ليا كلام معاه. انا لسه واثق بانه مظلوم في الحكايه دي. وجبت الثقه دي منين؟ امبارح الصبح هو نازل بيسالنا عنك، قلت له في الورشه، بص على الباب بتاع ورشتك كده وقال لي دي قفله. معنى كده انه ما يعرفش اي حاجه عن قفلها يا عز. وانت قلت له ايه؟ ما انا ما رضيتش اقول له اي حاجه، ما انت محلفان، محلفان ما اتكلمش معاه في الموضوع ده بتاتا. اسمع يا شريف، انا خلاص بطلت حسن النية بتاعتك دي. لو كنا من الاول بنفكر بطريقة ثانية ما كانش ده بقى حالي ولا حالك. لا 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 يا ماهر بي، لا 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 لا، انا مش معاك في الكلام ده. اكتب ايه يا راجل وكلام فاضي ايه؟ انت يمكن تكون خسرت كتير، بس سمعتك اللي بنيناها سوا في السوق تسوي الوف، تسوي ملايين. سمعتي؟ هي اخبار الشمير ايه؟ ايه الاخبار عندك؟ ما تبعت تيليكس ولا تلغراف للمكسيك، يمكن رجعوا هناك. انا ابتديت اقلق عليهم بجد. ربنا ما يجيب قلق، اطمن البوليس اكيد هيتصرف. المهم دلوقتي انك تهدي اعصابك وتسيبك من الافكار الشريرة اللي بدماغك دي، عشان تعرف تفكر وتدير اعمالك بذهنك الصافي اللي تعودت عليه. اه حقيقي، ده الاعمال مقطعة بعضها، طلب علينا بقى زي الطلب على عيش السخن. رهونات ايه وحجوزات ايه وديون ايه، ده غير النيابات اللي طلبانة. اسمع يا دي علام بيه، انا خلاص فضية مليت من مشروعاتك المهببة دي. انا خلاص كده اجتمعت مع روحي وخدت قرار بالاغلبية، انا هلعب لوحدي. تلعب لوحدك؟ وحساب المشورات الشكوك اللي بينا جاي له يوم يا مستر علام، جاي له يوم. باي. ايوه يا مدموزيل صفاء، سمير فين؟ خرج من شويه ولسه مكاني. في حاجه؟ في حاجات ومحتاجات. الجدع اللي اسمه ماهر كان عندي من شويه وخارج بالزعبوبه وعمال يهدد ويتوعد. في خبر؟ ما حاولتش تهديه يا مستر علام؟ حاولت كتير، بس يظهر المره دي اللي جنب فلت من ايدي. قول لسمير ينظف المكتب، يصرف البضاعه ويطرق الزباين. فاهم ما هتقولي له ايه؟ ايوه ايوه فاهمه يا مستر علام، ينظف الزباين ويطرق المكتب ويفنش البضاعه. مظبوط كده، قولي له الكلمات المتقاطعه دي وهو هيعرف يوظفها. سلام. عملتها ماهر. على هون على هون اتنين. معلش يا جدع العبادي مع المزاد انت. وقف المزاد انت. وهو الله 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 عمي يا الله. وقف المزاد ده حالا انت. وهو ايه يا عمي؟ اهلا. في ايه؟ ايوه حاج، قلت ايه؟ هتشتري ولا لا؟ قلت ايه؟ خلصنا. استنى يا جدع انت. ايه؟ فين البيه بتاع البنك؟ ايوه يا حاج، في ايه؟ أني فكيت الرهنية ودفعت الفلوس في البنك خلاص، وادي ورقة الإخلاصة. وقف المزاد ده بقى حالك. والله يا حاج ما أنا عارفة ودي وشي منك فين، ده أنا عايزة الأرض تنشق وتبلعني. أنا غلطانة يا حاج،
غلطانة اللي ما سمعتش كلامك من الاول. معلش يا ست حبيبة، حصل خير. المهم دلوقتي تسمع اللي اقول لك عليه. انما انت ما قلتليش يا عمي، عرفت من اللي حصل لنا؟ ما انتوا بقيتوا خلاص ناس مشهورين قوي، عندور على اخباركم وفضايحكم في الجرانين. قريت الاعلان بتاع المزاد في الجرنان اول امبارح، ما خلصنيش اهملكم في الورطادي وجيت على طول. الله الله، ما الف مبروك يا عمي، انت خلاص خدت دروس خصوصيه في نحو الاميه وبقيت بتقرا الجرنان ولا ايه؟ هتتريق على عمك يا باش مهندس. معلش يا ماهر بيه، العلم في الراس مش في الكراس يا باش مهندس. اديك انتهى، اتعلمت كتير واخدت شهاده من الجامعه في الهندسه. تقدر تقولي اتصرفت كيف وعملت ايه بعلامك؟ اخ لك حق يا حاج. بعد ايه؟ بعد ايه يا ست حبيبه؟ بعد خراب منطة؟ يعني خلاص عدلي حيفك فصيت من اطماضي وحطيت العجب اللي في الدنيا كلها تريحي وقاعد اتامل فيه. تقدر تقوليلي ايه اللي وصلكم للحال المهبة المتغيرة الطين دي اللي انتوا فيه؟ ماهر يا عمي ماهر، هو اللي طربقها فوق دماغنا كلنا، وهو اللي خلى البنك يحجز على كل حاجة. هقصه بيغير من سمير خطيبي. هتقوليها سمير خطيبك؟ اباي، مش كان اسمه شريف ولا ايه؟ لا لا، هو غير اسمه كمان، هو التاني ولا العبارة ايه؟ لا يا عمي، صفاء هي اللي غيرت، ما عجبهاش الصمت. يا سلام يا اخويا، ليه مش كان صاحبك؟ ما شاء الله ما شاء الله. اسمع انت وهي، اسمع الكلمتين اللي عقلهم لك واصحلهم كويس قوي، وانت كمان يا ست حبيبة. نعم يا اخويا. بقى قعاد هنا في البلد دي مفيش مشاريع وبلاوي زرقة من اللي هتشتغلوا فيها دي، مفيش. ورق الرهنية بتاع البيت والمكتب اللي فيه امعاي، واللي عايز ياخده وياخد بقيت حقه من ثمن الارض يجي يعيش معاي في البلد. نيجي نعيش معاك يا حاج، احنا ما عدناش عيشة في البلد دي خالص. الله الله، انت بتقول بقيت حقنا من الارض؟ انت كنت مطنش على كام فدان ولا ايه؟ رجع الشاي هنا، رجع الشاي بقى ما نفهم ايه الحكاية. اسمع يا ماهر، سمعك يا عمي. وقف عند حدك، مش عمك اللي هيعمل بجه، لكن اللي حصل ان الناس اللي انت بعت لهم الارض استكردوك واشتروها منك بالرخيص يا ماهر بيه يا قتل. ولما حسوا مناني عكسب قضية الشفعة جوني واتفهموا معاي واستلمت منهم الارض وخلاص. واني طبعا ما يرضنيش واصل اشتري ارض اخوي بالرخيص كيف ما عمل الغريب معاكم. وبقيت حقكم دفعت منه فلوس الرهنية، والباقي اديه للي يجي يعيش معاي وعلى هواي يا باشمهندس. انا يا حاج وصفاء جايين معاك يا اخويا، البيت ما عادش فيه ولا مليم، هنعيش ازاي هنا؟ ايه؟ نعيش هناك ازاي؟ وسمير؟ انا مش هتجوز سمير. اباي ما تتجوزيه كيف يا بنتي؟ اللي شريكي يا مرحبا بابا يجي وتجيب اهله حدانا هناك، احنا ناسك واهلك يا صفاء يا بنتي، ويطلبك مننا. طب يا عمي يا، انا اسف جدا لاني مش هقدر اجي اعيش معاكم. سعادتك عارف ان انا عندي حساسية ضد الناموس هناك، وسعادتك عارف الناموس هناك مش بيمص الدم، بياكل العظم الاول وبعدين يحل بالدم. اذا كان ممكن يعني ولا مؤاخذة، انا ممكن اخد حق ناشف. ناشف؟ حقك خطه من زمان وضيعته يا باشمهندس. انت اي نعم تيجي تشوف اهلك وناسك انت مهما كان ولد اخوي، بس فقط تشرب شوية شاي يا باشمهندس، والباقي من حق الارض ده حق الست والدتك واختك الولاية الغلابة دول يا باشمهندس. صباح الصباح فتح عليم
وجيب ما فيش ولا مال. صباح الفل يا انت عزوز. اهلا. ايه كفالة الشر جاي على محطة الاتوبيس ليه؟ لا ابدا، ساعات الواحد كده بيزعل من الابهة. وبحب اغير عشان احس بشعر الناس الغلابة. انت رايحة فين بدري قوي كده؟ رايحة على رزق يا ماهر بيه. واخبار الشغل عندك ايه اليومين دول؟ مش محتاجة كده صنايع يساعدك يعني اي حاجة كده ولا حاجة؟ لا شكرا يا باش مهندس، احنا ناس على قدنا منقدرش على الابهة بتاعتك دي. عن اذن الاتوبيس بتاعي دي سلام. الله الله الله، استني استني يا وز، استني بس، انا راجل محترم مش واخد على النط في الاتوبيسات. استني حتى انت عزوز، انا هسهر خلاص ومعيك راحة للكزوزة، يبقى مفيش غير علام وسمير. خليني استنى شوية، أنا مش فاضي. مين ده اللي بيسأل يا مستر علام؟ ده ماهر أفندي، إذا رجليه جابته خلاص والطب في الخير. يا حرام، والنبي كان طيب وابن حلال. الطب ده السوق بيداوب منه كتير سريع سريع. أيوة يا أخي. تعرف أسمير بيه عم السعفان فراش مكتبي اللي هنا ده كان بيلعب في كام؟ كام؟ كان بيلعب في 100,000 جنيه في يوم من الايام. سبحان من له الدوام. وناوي تعمل ايه بقى بماهر بيه؟ ما تخافش على اخوك علام، انا اعرف استنفع حتى من الوقيع، هتشوف دلوقتي. ايوه يا فندم. خلي ماهر افندي يتفضل. ماهر افندي؟ ايوه ماهر افندي. ماهر ايه يا اخويا؟ ايوه ماهر افندي، سمعت انك كنت عايز تقابلني، في حاجة؟ هي انا كنت جاي لسعادتك في موضوع كبير، بس مدام الحكاية فيها ماهر افندي يبقى شفتنا نص جنيه معاك ولا حاجة نتعشى فيها الى ما يطبخ لك ولاية. لا حول الله يا ربي، والنبي كمان شوف له شوية شاي، عشان ده كان بيحب الشاي قوي وشكله خرمان. انت اللي جبت ده لروحك يا ماهر افندي، انا نصحتك وانت طالع المرة اللي فاتت وعامل شعبيت. شعبيت ايه يا فندم؟ شعبيت يعني الزبيرة اللي انت عملتها المرة اللي فاتت وقلت هتربق الدنيا. كلام بتقول كلام حكمي. اهي تربقت يا سيدي بس فوق دماغك. شعبيسة ولبيسة بتقول حاجات غريبة قوي يا جناب المستشار، انا غلطان. معلش يا مستر سامح النبادي عشان خاطري انا، معلش عيل وغمط يا سيدي. يا سلام يا سلام يا فندم، يا سلام يا فندم. بعد اللي عمله فيك ده كله يا راجل، انت اللي جاي تطلب السماح؟ يا سلام، ونعم الاخلاق. هعمل ايه بس اعمل ايه؟ انت عارف يا مسي انا قلبي رهيف قد ايه، فبرضه ابو نسب وما يرضيش انه يتلطم في الشوارع، ما هو يعرني برضه. يا سلام. يا سلام، طول عمرك اصيل يا سي سمير. الله يخليك. طبعا طبعا طبعا. انما تفتكر انه ينفع معاك في الصنعه يا جناب الوكيل؟ اهو لطش معانا يعني يعمل بلقمته والسلام. شويه اللقمه وشويه الشاي ومش عايز حاجه خالص. خلاص؟ من الصبح هتستلم الشغل مع سمير بيه. عظيم التشكرات يا جناب المستشار، انما هنشتغل ايه باذن الله. شايف يا سمير بيه؟ اوه حاجة عليا كبير سلم من اولها. معلش 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 يا جناب متقصه، غشيم غشيم في الكار. بكره بقى انا استلمه وحدهولك بقى مفنط ومدردح وما بيحطش منطق، افطمه على كل حاجه. ايوه يا سمير بيه، اديني جيت في الميعاد، اوامر نيافتك ايه؟ شوف خد الاول الجوز جنيهات دول اتشبرق بيهم وتمنجه بيهم، ما تتكسفش، خد خد معلش دول يوميتك. ايه انت متسألهم ولا ايه؟ انت مش شايف اذا العمليه زادت عن كده هتبوخ وهيبقى ليلتك مطينه بطين الليله دي. لسه بتضحكني اقطعك. الشنطه اهي، شوف تطلع على الجمرك تديها للبي، كلمه السر انت عارفها. طناشي الفيل، لا اسمع لا ارى لا اتكلم. اهو كده، وحسك عينك تقرب من القفل بتاع الشنطه، احسن يعضك. اتكل على الله. كل
كل الخلق دي بتدفع جمارك؟ والبي بتاعهم ده حلقي منين في وسط الهلومة اللي انا فيها دي؟ انا عارف نفسي ليه انا اقعد كده الواحد اروق واديها شوية شاي حلوين وبعدين يحلها الحلال. قولي ايه اخر انباء النزال بتاع مخلفات الجمرك النهارده؟ كله تمام، مفيش حد عليه القيمه ابدا داخل قصاد الجماعه دول غير الجيل هناك ده، هو ده اللي بيشرب شاي، ده الشنطه بتاعته عندها انتفاخ. اقول ايه؟ ما تخش عليه وتساله ايه النظام؟ ايه النظام يا هندسه؟ عارفين فين هو النظام؟ النظام طناشي الفيل يا بوجه. ده بكام باسم الله؟ بكام الحقيقة فانا فهم هم قالوليش، قالوا يعني اللي تجيبه بقى. يعني اتنين كويس. اتنين ايه؟ اتنين شاي؟ لا سيدي، اتنين حلبة 200 جنيه عشان تخلع من المزاد. خليهم اتنين ونص عشان خاطرك بس، المزاد اللي بيقول عليك كده. خد حار ونار في جبتتك بس عدت البيت. تشكر يا دوك، تشكر على النعمة. ما انا فاهم حاجة، بس حلوة اللعبة دي، خليعة وفلسعون. سمير، عايز سمير، حط لي سمير قدامي، هنا، ارسمه هنا، كومه هنا. خير، خير يا مستر علام، خير في ايه؟ خير منين؟ خير ازاي؟ انا علام يا سمير. عارف يعني ايه علام؟ عارف يا فندم، علام الاخر تمام، علام النحة بيه، في ايه يا بيه؟ في ايه؟ ماهر يا فندم يا سمير بيه. ماله؟ ماهر بيه يا سمير افندي. نعم، عمل تناصل بيه عليا انا وطفش بالشنطه. ايه مالك؟ في ايه؟ في ايه؟ الجدع اياه بتاع المزاد اللي فات واللي قبله جاي ورانا هنا كمان. يا نهار اسود، اسمع، احنا لازم نشوف لنا فرصه في المره دي. ايوه بس اسمع، بالمسايسة وحياه ابوك، اسمع اديله المعلوم وطرقه الشنطه اياها معاه. صباح الخير. صباح الخير يا شباب، ايه النظام؟ ايه الانباء؟ بيبيعوا ايه هنا؟ بيبيعوا فراخ. الله، امال مش واقفين طابور ليه؟ اسروا، عايز كام المره دي بقى عشان تخلع من دماغنا وتخلع عن المزاج؟ لا 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 لا، المره دي بقى ماليش في الخلعان. ليه بس يا سعاده البيت؟ لا لا، بقى تقول ايه؟ بقول يا سعاده البيت، ما الطيب احسن. حلو، كيلو الطيب بقى بكام عندكم في النهارده؟ اللي تقول عليه يا بيه. انت عالم زي المناشير، في كل مزاد الاقيكم، انتوا ايه ما بتشبعوش؟ احنا برضه ساعة البيه، احنا ناس غلابه يعني، حيالله طفشجيه. طفش ايه يا اخويا؟ طفشجيه يعني يا بيه، هي كده العالم اللي مقسمه المزاد، فتأجرنا عشان نطفش البهوات اللي زي سيادتك عشان المزاد يتقسم بالحلال. طب يا طفشجي باشا، هتطفشوني بكام النهارده؟ بص باكو كويس يعني. حر ونار في جبتتك، ما شنطتك مليانه على ما بتشبعش. تشكر يا سيدي، تشكر على النعمة. ما انا فاهم حاجة، الشنطة دي يظهر فيها السيارة. يعني انت جهانك يا مدموزيل. ايوه يا استاذ، في ايه؟ معقولة الكمال ده يا اخواتي؟ شعرف عندي في شبه كبير من واحد اعرفه صديقي. جمال ده انا شفته قبل كده فين؟ الله، انت عايز ايه؟ ابدا يا فندم، انا عاوز بس بنسة من اللي في شعرك الجميل ده. بنسة؟ تعمل بيها ايه؟ هعملها طفاش عشان افتح الشنطة اللي معايا دي، هتجنن، عايز اعرف فيها ايه. خد يا سن. لا يا فندم، انا اسمي ماهر مش سن. يا فندم ايه والله وقعت في الكابوبة يا علام، ده احنا هنلعب لعب يا جدعان. توكلنا على الله. الطفشجية فين الطفشجية؟ والله وقعت يا مال بيه. الله، سمير بيه، اهلا اهلا بيك يا سعادة البيه، اهلا بيك يا فائدني، اهلا بيك يا مضيعني. قدامي على علام بيه، قدامي. على ايه يا اخويا؟ علام مين؟ انا بهالي سمعت الاسم ده قبل كده فيه، مش عارف. سخونك الاستشارات الشكوك اللي انت ما دفعتهاش، سخونك المشاريع اللي خططها لك،
تخونك الفراخ والحمير والسياحة والتلفزيون يخونك يخونك. لا اصيل اصيل وبتحفظ العشرة والجميل تمام طبعا. انا يا ابني خلاص البلية لعبت معايا اخيرا ولعبت في السليم قوي. انا ما كنتش محتاج لا لمدير اعمال ولا المستشار. انا كنت نسيت ارشدك بالصحيح. نعم. بس بقول لك اهو دلوقتي انت تقدر تعتبر استقالتك مقبولة واتكل على الله. اتكل على الله. انا ما عنديش وقت العالم الطفشجية جايين. طفشجية ايه وبتاع ايه؟ انت تجيب الشنطة وتيجي معايا العلام بيب التي هي احسن. والا علي النعمة هلم عليك الخل وخلي العجم فيك يبقى بالمزاد. طب جرب كده اوريك. حاضر. حرامي 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 حرامي. ايه يا جدعان؟ محدش عم يقول حرامي محدش بص. العالم معادش عندها مروءة ولا نخوة ولا ايه؟ حرامي! خلصت؟ انا هفرجك. يا شوي! انا حرامي! يا شوي! يا حرامي! يا حصولي! ايوه يا استاذ! خير ان شاء الله! ايه ده ايه ده ايه ده انت بتعمل ايه؟ لا ابدا هعزم الشويش على شوية شاي حلوين! فضل حرشويش! ايه؟ انت تاخد دلك في سنانك وتفلسع من هنا والا قسما عظما! مجرد ما الشويش هيخلص شوية شاي لاقول له اللي في الشنطة! دي اخر العشرة برضو يا ماهر دي. ده انا هفرجك. يهون عليك اخوك اللي كان بيرسمك قدام الناس كلها ويقعد لك يا مرياسة يا هندسة ويقرا لك قرع ما حصلش. التفاشجية التفاشجية فين؟ التفاشجية دي وما فيش حد يطفشكم من هنا النهاردة ولا ايه؟ الشنطة لحد ابوك يا ماهر دي. انا ما عنديش وقت للكلام الفاضي ده. روح ابعت لي مستر علام المزاد الكبير بتاع الخميس جاي. المزاد جاي. ما بقيت فلوس الارض يا ماما. نمشي بقى من هنا يا ماما. ايوه يا بنتي بس عمك يقول علينا ايه؟ يقول اول ما خدوا الفلوس هربوا على طول. ايه هربوا ده ايه؟ ونهرب ليه يعني؟ هو اللي يروح بيته يبقى هربان. عايزه اسافر دلوقتي حالا. عايزه اسافر سمير. يلا يا ماما بقى مش طايقه العيشه هنا. طب نستنى يا بنتي على الاقل لحد عمك ما يجي ونقول له. ما يصحش كده. لا دي صح ونص. بقول لك عايزه اشوف سمير. عايزه اروح لسمير. هنخرج ازاي بس يا صفاء؟ دي البلد كلها عارفانا يا بنتي. ما تخافيش يا ماما الناس هنا مؤدبين خالص. لما بيشوفوا واحده ست ما يبصولهاش ابدا. تعالي بس تعالي معاها. حاضر يا بنتي حاضر. والله ما انا عارفه ماشي وراكم ده هيوديني لحد فين. الو الو ايوه يا مستر علام. انا صفاء. صفاء مين؟ اخت ماهر. ماهر بيه. ماهر بيه مين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا 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 جرى ايه يا استاذ علام؟ انا صفاء خطيبة سمير. هو سمير عندك؟ ما تقولي كلام من الصبح. قصدي في الولد سمير الفراش. ايه؟ يا ولد يا سمير تعالى كلم ابني على التليفون. الو ايوه يا صفاء انت بكره عايزه بنتي ايه دلوقتي؟ ايه ايه سمير انت بتكلمني كده ليه؟ وايه حكايه فراش دي؟ اصلي بشتغل عند المصر علام في الفلوس اللي لهفهم اخوك يا ست هاني. بشتغل مصاريف. ايه ده؟ انا مش فاهمه حاجه من اللي انت بتقوله. ده انا جايه من البلد وعايزه اشوفك. وانت عمرك فهمتي حاجه ولا حد فهمي حاجه. خليكي بعيد عني شوية. اسمعي انا ورايا شغل كتير في المكتب. لسه هنضف واسوق الصالة ولمع الازاز واشط. قفل الست كفوشي يا ماما. عاجبك كده يا ماما؟ ما قالكيش يا بنتي ماهر اخوكي فين؟ ده انا خايفة عليها قوي. لا ما قالش يا ماما. انا عارفة ايه اللي حصل هنا في اليومين دول اللي غبناهم. طب ما تنزلي يا صفاء تسألي عليها عند عزة. يمكن يكون ربنا هداه واشتغل معاها. انزل. حاضر يا ماما انزل. خلاص يا بابا خلاص. مفيش فايدة. كفاية كده. احنا
احنا عملنا اللي علينا، بس يظهر مفيش نصيبي من الشغل ده يخلص. اقول ايه، ربنا عايز كده ونعم بالله يا بنتي. بس حرام الجهد ده كله يضيع هدر، ده احنا عاملين شغل حلو قوي. انا كان نفسي فعلا اني اتفرج على شغلي ده هو متركز في الفندق الجديد، كانت هي دي الفرصة اللي هتبقى البداية بالنسبة لي، لكن يظهر خلاص انا وصلت للنهاية يا بابا. معلش الله يسامحك يا ماهر. والمهم انت كمان تسامحيه وتطولي بالك عليه اكتر. اكتر من كده يا بابا؟ معلش يا عزة، الصاحب التمام يبان وقت الشدة، وماهر يا بنتي باين عليه واقع اول يومين دول. انا وقفت جنبه كتير قوي يا بابا، بس ما اقدرش ده، ما حسش بيه. ماهر يا بابا عمره ما سمع كلام حد. معلش يا بنتي، فيه ناس كده ما تتعلمش من النصايح، لازم تجرب وتنكوي علشان تتعلم، وما ظنش فيه اكتر من اللي شافه ماهر علشان يعلم البني ادم. يا ريت يا بابا يكون اتعلم. عزة يا بنتي انا هقولك حاجة، بس مش عايزك تفهميني غلط. اتفضل قول يا بابا. انا رأيي انك تكلمي ماهر علشان نفتح الورشة من جديد. ايه؟ هو ده الحل اللي هيخلينا نلحق نخلص الشغل. انا مش ممكن طبعا يا بابا. ايه؟ انا مش ممكن اطلب منه حاجة زي دي بعد ما قفل الورشة. عايز الحق يا بنتي، انا مش مصدق ابدا ان ماهر هو اللي عمل كده. امال مين اللي قدم البلاغ؟ الله اعلم يا بنتي، بس ماهر مش ممكن يعمل كده. اريد يا بابا اريد. الله، مين؟ امي. يا فرحتاه، غردي يا طيور وزقزقي يا عصافير. الله اختي، واوائي يا كتاكيت. اهلا اهلا يا ابني يا حبيبي. انا مخاطب، انا مخاطب هانين. ما بكلمش. كنت فين يا ابني؟ انت ما كنتش بتبات في البيت ولا ايه؟ لا في الحقيقه هانين انا ما كنتش اقدر اهوي بناحيه البيت. ليه يا حبيبي؟ خير؟ ابدا، بس في ناس مستقصديني وعايزين يقتلوني عشان ياخدوا الشنطه دي مني. الشنطه دي؟ ليه يا ابني؟ هي الشنطه دي فيها ايه؟ اسالي بنتك، هي عارفه فيها ايه. انا وانا اعرف منين يا اخويا؟ ليه ما كنتش عارفه ان السمير بتاعك بيشتغل في ايه وبيكسب الفلوس دي كلها منين؟ هو بيشتغل في المشاريع والتجاره زي انت ما كنت بتشتغل. انا خسيسي؟ ايوه انت صهن صهن خالص. وانا امتى كسبت يا اختي بالحاجات دي؟ هي المشاريع والتجاره بتكسب الناس اللي زينا برضو. امال يا ابني كان بيشتغل في ايه؟ كان بيشتغل في العمله والتهريب يا نينا، مش كده ولا ايه يا ست صفاء؟ ايه العمله والتهريب؟ وانت يا ابني مالك ومال الشنطه بتاعتهم دي؟ ما تديها لهم وتريح روحك. اديها لهم ازاي يا نينا؟ ده دي الطعم اللي هيجيب الحوت الكبير. ازاي ازاي يا ماهر؟ دلوقتي تعرفه. المهم جبت لنا بقيه الفلوس بتاع الارض من عم فهمي ولا ضرب عليها طناش؟ جبناها يا ابني. الله، انت بتسأل تاني ليه على الفلوس؟ لا لا ما تخافيش يا نينا، انا خلاص عقلت ومش هعمل مشاريع تاني، انا هشتغل في السليم. هو السليم ده يبقى ايه المرة دي بإذن الله؟ الله الله، ايه يا نينا؟ يظهر الناموس في البلد هناك أثر عليك ولا ايه؟ انت مش عارفة السليم يبقى ايه يا نينا ازاي؟ لا يا اخويا مش عارفة. المزادات طبعا، هي دي القبهة، هي دي المنجهة، خبطة واحدة هوب ما تلاقيه. لا 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 تاني كفاية بقى يا ماهر. كفاية ايه؟ احنا لسه عملنا حاجة؟ ده انا بقالي شهر بلف على المزادات وبقيت اخر خبرة في الامور، بكرة الخميس ان شاء الله وهخبط الخبطة اللي هي. يلا يا نينا اديني الفلوس الله يهديك. اسمع اسمع يا ماهر يا ابني. اه يا نينا. انت حر يا ابني في نصيبك، انما نصيبي ونصيب اختك مالكش دعوة بيه ابدا. كده يا نينا، كده يا امي تخذلينا على اخر لحظة؟ دي صفقة العمر يا ناس، خبطة العمر. دي مخلفات شركة تساوي ربع مليون جنيه، هاخدها بألفين. عربيات ايه؟ جرارات ايه؟ ما تعديش. يا سلام، ازاي بقى؟ هو انت هتبقى في المزاد لوحدك؟ بإذن الله، أنا مسرع 10 تفشجية عشان يطفشوا كل الناس. يلا يا نينا، يلا يا نينا اديني الفلوس واستهدي بالله.
جاهز يا مسيو سمير؟ جاهز يا مستر علام. بكرة هنلعب لعبتنا. بكرة هنخبط خبطتنا. عشان سمير دي يعرف ان علام ما يستاكلش مسلوق. طبعا. علام مر. ايوة. علام شطة مولعة. علام فلفل ملهلب. يا ملهلبني انت يا حراق يا مدوخني. وجب يا مستر وجب. وجب. وحياتك لا شيء لك بكرة المزاد. بس همتك انت الشنطة تتفسح منه قبل ما يبتدي الكلام. وجب وكله في السليم. الولاد هيبقوا جاهزين هناك من بكرة الصبح. انا كمان جبت لك قص العملية كلها من العالم الطفشجية اللي مترحهم. الاخ فاكر ان الحاجة اللي هتتباع بكرة تسوى ربع مليون جنيه. المهم انك تعالي عليه لحد اخر كلام. فعندما يوصل لاخر قرش تخلع انت وتسيبه يشيل. ما احنا خلاص عرفنا اللي معاه كام واخر جهده كام. السلام. يا ما كان نفسي بكرة يجي بسرعة يا ماهر بيه. ها ايه عزة الاخبار ايه؟ الاخبار مش ولا بد يا شريف. الخامات خلصت والشغل لسه مخلص. والراجل صاحب الورشة اللي بنشتغل فيها جاله هو كمان طلبية وعايزنا نفضيله الورشة. ده غلد ايه بس؟ انا عارفة يا شريف. شريف عزة ايه؟ ما شفتوش ماهر؟ ليه بس راح فين تاني؟ مش جيب الليل؟ ايه الحكاية صفاء تعالي. مش بتياني هعملها. ايه بس الحكاية حكيلي جرالو ايه؟ ماهر اخد الفلوس اللي احنا جبناها من البلد وراح عشان يشترك في مزاد من المزادات. ايه؟ تاني مش معقول كده ابدا. يبقى لازم نلحقه. ما قالكيش المزاد فين؟ بيقول في شركة مقاولات مش عارفة اسمها ايه بس كان بيقول عليها المزاد الكبير. ما كل المزادات بيقولوا المزاد الكبير. اسمعي ما تعرفيش المزاد ده هيبيعوا فيه ايه؟ مش عارفة بس باين بيقولوا عربيات وحاجات كده بربع مليون جنيه وهو عايز يشتريها بألفين. يا خسارة يبقى ماهر ضاع بلاش. صفاء اديني الجورنال اللي معاكي ده اما اشوف. وريني كيف وريني. اكيد هو المزاد ده. يبقى يلا بينا. ان معاه شنطة بتاعت علام وسمير فيها فلوس اجنبية كتير. الله الله. وده هيعمل ده ايه هي كمان؟ مش عارف. بيقول ان علام وسمير كانوا بيشتغلوا في الحاجات دي ويهربوها. اهلا اهلا. وانت حضرتك بقى بسلامتك كنت بتشتغلي مع سمير بتاعك في الحاجات دي؟ انا ماليش دعوة. انا معرفش كان بيشتغل ايه. انا خايفة على اخويا ماهر. خايفة لا يتصرف في الفلوس دي ويعملوا في حاجة. ده ايه ده كله يا ماهر اللي بتعمله في روحك ده؟ قفل الورشة واللي عملته فيه. لا يا عزة انا عايزة اقولك حاجة. مش ماهر اللي قفل الورشة. الواد اللي اسمه سمير ده ضحك عليا وخلاني بلغت في الاسم عشان يقفلوه. انت يا صفاء. ايه الانباء؟ اخبار الطفشكية ايه؟ كله تمام يا سعادة البيت. الهواء صافي، المية في المواسير، مفيش غير زبون واحد هو اللي مش عايز يسير السيارة. مية ايه ومواسير والسيارة ايه؟ ايه ده كله؟ ده المفر علامة سعادة البيت وفي واحد تاني معاه. الله. امنت على الزبون؟ ايوه طبعا كله تمام يا جناب المستشار. والشنطة معاه؟ معاه شنطتين. المهم ان شنطتنا تتاخد منه اوام قبل ما يبتدي المزاد. ابخش انت على المزاد وانا هبعت اللي اتصرفوا معاه. والله وقعت يا ماهر بيه. سلام لسه اشوفه واقع. نفسي يا حرصبي يا سعادة البيت. تسمع يا فندم؟ ايوه استاذ. في ايه؟ ممكن سعادتك تيجي معايا دقيقة واحدة؟ يعني مشوار صغير كده انا وسعادتك هنتكلم ونشرب شوية شاي حلوين وندردش مع البيل حليوة اللي واقف هناك ده. وايه المناسبة؟ بس سعادتك اتفضل معايا يا فندم وهتعرف حالا. يا سلام هتشرب الشاي والله العظيم هتحلم بيه. اوام لحظة يا سعادة البيت. يا علام بيه يا مستر علام. انا؟ ايوه سيادتك بتناديلي انا؟ ايوه يا علام بيه. الله الله الله.
وستك اصلك نسيت الشنطه دي معايا وانا جايب حارس ضابط عشان يشهد عليك وانت بتستلمها. اتفضل يا علام بيه. شنطه ايه؟ انا ما عنديش شنط، انا ما بشيلش شنط، انا ماشي على طول. تعالى يا راجل، خد ده، تعالى. تروح فين يا راجل؟ تعشى الشاي حلوين. اتفضل يا حارس ضابط، اتفضل يا بيه، حلال على الحكومه اللي في الشنطه، مليانه بواكي واساتك من بتوع بره. ايه يا ماهر بيه؟ هشيلك شوية حديد خردة، انما هم الف وخمسمية عليا انا، الف وتلتمية وخمسين وخمسمية يبقى الف وتمنمية وخمسين، الف وتمنمية واربعين ونص وثلاث ارباع، الفين جنيه. طفاء حليم، هو ده مكان المزاد؟ ايوه ايوه، الجدع اللي اسمه سمير اهو بيضحك قوي، حضرته مبسوط. الله، ده باين المزاد خلص. الف مبروك يا ماهر بيه، الف مبروك عليك. خلاص بقى، يبقى روح اتفرج على البضاعة وانت تعرف عملت في روحك ايه. اتعلموها بقى. انا فوخي الحمد، اشرب اي حاجة. ايه يا ماهر، في ايه؟ المزاد خلص؟ خلص يا سعدوز، ورحت في الكازوزة. ليه بس؟ ليه يا ماهر؟ الفلوس خلصت ما كفتش. يا ريت يا شريف يا اخويا، يا ريت. المصيبة انا كنت فاهم انها صفقة عربيات، طلعت حديد تسليح وحديد خردة. احسن في الساهل، حد قال لك تعمل كده؟ برضه يا صفاء، معناه نفسك انت كده مش هتتجوزي ولا هتتجهزي ولا هقدر اخد لك شقه على الترعه خالص. لا يا سيدي، لا على الترعه ولا على النيل، احنا متشكرين قوي، احنا راضيين انا وصفاء بالشقه اللي في الدور الارضي، مش كده ولا ايه يا استاذ صفاء؟ اللي يقول عليه شريف بيه انا موافق. لا يا اخي، لا انا مش شريف بيه ولا حاجه، حتى ابوكي انا لا بيه ولا عايز ابقى بيه. وانت يا استاذ عزوز يا طاعم، انت هتعملي فيا ايه بعد العمله المهببه دي؟ يعني هعمل ايه يعني؟ يظهر اني برضه هسامحك. ليه يا اخوانا؟ يا الدنيا جرى فيها ايه؟ انا ما استحقش كده ابدا، انا عملت عمال سودا كتير كده، الحديد المسلح اللي اشتريته على انه عربيات طلع. معلش، ما احنا برضه مهندسين يا باشمهندس، ولا انت نسيت؟ مهندسين يعني ايه؟ عشان يقولوا لنا يا هندسه؟ لا يا سيدي، مهندسين عشان نقدر نعمل من الحديد ده ابواب تتفتح للناس، وشبابيك تدخل الشمس، وفوانيس تنور السكك. بس المهم تسيبك بقى من حكايه المشاريع دي خالص. لا 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 لا، بس فاضل لسه مشروع واحد بس. تاني؟ اسكتي انت يا اختي، كلام واسكتي. مشروع العمر، المشروع الكبير قوي، مشروع جواز كده على الماشي، ولا ايه يا استاذ عزوز؟ وحياه جمالك، لا هعمل فرح ولا هعمل زيتك، كنت تاني كده، وهفضل لو انت نشرب شويه جاي عشان نبلع الفرح وانجبي. ادي دقني اهية مليون في المية، لو كنت تسمع ده دم بيت العسل. من غير كتابة ولا كتابة، كله في المكتب، مكتب مكتب، سريع 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 سريع. ودي دقني اهية مليون في المية، لو كنت تكتب لا دم بيت العبد. من غير حسابة ولا كتابة، في كل مكتب مكتب مكتب، سريع 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 سريع.